أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المشهد الثاني. تعودنا مع بعض في كل حلقة نتفرج على قصة من واقع الحياة، نتفرج على مشهد من مشاهد الحياة. قد يكون المشهد في دراما وفي ألم، في تعب، مواقف مختلفة، وبنشوف إنه في هذا المشهد هناك مشهد آخر، هناك نور، هناك تغيير بيحصل ربنا بيعمله. تعالوا نتفرج مع بعض على قصة النهاردة والمشهد بتاع النهاردة ونشوف ربنا عايز يقول لنا إيه. أنا اسمي جرجس نجيب بنيامين، كنت شاب بمتلك قوة غير عادية، كنت بتحدى أي حد وأي مجموعة مهما كانت كتيرة أو قليلة، وكان عندي ثقة كبيرة جدا في نفسي من منطلق إن أنا بلعب رياضات عنيفة، رياضات كلها عنف. كنت ما بستحملش كلام، ما استحملش شتيمة، ما استحملش معايرة، كان بيبقى ليا رد فعل عنيف مع اللي بيعمل معايا كده في أي مكان وفي أي حتة. صحتي هي رأس مالي، كان عندي صحة تهد جبال. بمارس الجري من حلوان لشبرا حوالي 45 كيلو. بواحد صاحبي دكتور بيقول لي العضلات اللي في جسمك أكتر من الشحوم وأكتر من الجلد، فعشان كده كنت بتباهى بصحتي وبقول يا أرض تهدي ما عليك أدي. في يوم 4/1 كنت عند أختي ونازل أكمل بعض الشغل بتاعي، وكنت رايح حلوان بالتريسيكل، ورايا في عربية تريلا كبيرة، عربية كبيرة نقل، مركب للاكسدام من فوق الاكسدام حاجة زي بنقول عليها احنا شنب، ليه طرف من هنا وطرف من هنا، التريسيكل شبك فيه في الشنب في الجنب اليمين للسواق. كنت أنا جديد في ركوب التريسيكلات، وكانت التريسيكلات لسه طالعة جديد صيني. ده حصل لي انزعاج، أروح فين؟ أجي يمين ولا شمال؟ فأنا اترميت في الشمال، فالعربية خبطتني في النص بالظبط. أنا كنت برمي نفسي على الرصيف الشمال من القوة والجبروت اللي عندي، قال يعني العربية مش هتحصلني. العربية حصلتني وخبطتني وقعتني في نص العربية بالظبط. لما نزلت بقى تحت، أنا نزلت تحت العجلة اللي تحت السواق، رجلي الاتنين نزلوا شابكين في بعض تحت العجلة بتاعت السواق، وحصل إني العجلة داست على الرجل الشمال لأن هي كانت هي اللي تحت، هرس القدم الشمال، وكان شابك على جلد بسيط. فشفت رجلي وهي تحت العجلة بتاعت العربية، ولما شفت رجلي قدامي تعبت قوي، وقعدت اصرخ واقول ليه يا رب، وتعبت جدا وانا ببص النظره الاخيره على رجلي مقطوعه، واتلمت الناس عليا ونقلوني على الرصيف العالي، ورموا على رجلي حته كانت مليانة ردة. طلعت التليفون واتصلت بأقرب واحد في المنطقة علشان يطلب لي الإسعاف، أنا ما كنتش أعرف رقم الإسعاف. ناس اتصلت بيها ونسيبي جه
وحطوني في الإسعاف ورحت المستشفى. كانت حوالي الساعة 5 بعد الظهر في المستشفى، 5 بعد الظهر مفيش دكاترة. فضلت أنزف برجلي الاتنين من الساعة 5 لحد الساعة 11 لما جه الدكتور الجراح من عيادته يشوف الحالة اللي جت المستشفى، فقال لي انت تحت عينيك اسود او انت نزفت كتير. قلت له بسبب ان انا جيت المستشفى. فقال طب انا مش هقدر اعمل لك اي حاجة دلوقتي. طلعني فوق في الاسانسير وبيلف رجلي الاتنين بشاش وقطن، وخليك لحد الصبح هندخلك غرفة العمليات. انا كنت فايق وصاحي، مش نايم، مش تعبان. موضوع رجلي هو اللي ألمني وتعبني. ودوني عنبر نمت فيه للصبح، بس أنا ما نمتش. أنا عمال أفكر في اللي حصل واللي جاي والمستقبل، زحمة أفكار في دماغي كتيرة جداً. وبعدين لقيت شعور من جوايا بيقول لي اهدى، ربنا موجود. افتكرت كلام كتير كنت بمارسه قبل كده في العلاقة مع الله سابقا. اطمن يا ابني انا ضابط الكل. حسيت براحة وابتديت أفكر من غير انفعال وتفكير في المستقبل. لما عرفت إن أنا لازم أرمي حمولي على الله في المستقبل وفي الحاضر اللي كله ألم، وابتدت بقى رحلة العلاج. جه الدكتور راح مدخلني غرفة العمليات تاني يوم الصبح، لأن رجلي حصل فيها غرغرينة من الحتة اللي مليانة ردة اللي رموها على رجلي وقت الحادث. تضاعف الألم لمدة 47 يوم. أنا ما بشوفش النوم غير مجرد دقيقة أو اتنين بالكتير في الـ 24 ساعة، مع أخذ كل المسكنات اللي موجودة في المستشفى. خرجت من المستشفى ما أقدرش أطلع تالت دور بيتي شقتي، فأخذت غرفة جانبية في الدور الأرضي علشان أقدر أطلع برا وأخش وكده، يبقى الموضوع سهل عن السلم. ففي ليلة عشان قلة النوم تعبت قوي. مر 52 يوم وأنا مش بنام، واشتقت إن أنا أنام فعلا. وفي نص الساعة 3 كده بعيط وبقول له يا رب اديني نص ساعة نامها. كتير عليك يا رب تديني نص ساعة بس أنامها أو أنعسها. مراتي في الوقت ده نايمة جنبي. فعلا بصيت لقيت نفسي نمت ونعست. حلاوة نص ساعة مش هنساها طول عمري لحد نهاية الحياة بالنسبة لي. نمت نص ساعة جميلة جدا ما أقدرش أوصف حلاوتها. ولكن بعد ما صحيت على طول قلت له هي نص ساعة بس، طب كنت خليها ساعة. ردت مراتي وهي نعسانة قالت لي هو أنت مش قلت نص ساعة بس؟ وكملت نوم. هي قالت الكلمة دي بس، فأنا حسيت إن ربنا هو اللي بيكلمني. هو أنت يا ابني مش قلت نص ساعة بس؟
ولكن تاني يوم قدرت أنام ساعة، وتالت يوم قدرت أنام ساعة ونص، ورابع يوم قدرت أنام ساعتين، وتوالت الراحة من بعد 52 يوم عيني ما تشوفش النوم. فكنت فرحان قوي لأنه افتكرني في عز تعبي، في عز إن مفيش حد هيريحني غيره. الألم مسكن، أنت مش جايبة نتيجة. ومع ذلك كنت بقول له يا رب قويني وساعدني أمر من هذه المحنة اللي أنا فيها. ابتديت أعيش الواقع بكل ما فيه من ألم، ولكن كنت عايز سؤال جوايا محيرني، يا رب ليه؟ يا رب ليه سمحت بكده؟ ليه أنا بحب ممارسة الجري، بحب ألعاب القوة، بحب أتباهى بنفسي، بحب أعيش شبابي، ليه سمحت يا رب بكده؟ أنا كنت حاسس إن هو بيردني بعصا التأديب، ولما ردني إداني جاوب معايا بإن هو إداني سلام جوايا بدل الإنزعاج اللي كان موجود، إداني راحة بدل التعب، إداني إحساس بالطمأنينة بدل الإنزعاج اللي أنا كنت فيه، لأن كل ده كان مجتمع في ردود أفعالي مع الدكاترة والممرضين. ولكن لما كان بيديني كده كنت بحس إن هو موجود في حياتي، وربنا ردني لحضنه تاني. يا ابني مش بالعنف، لا بالقوة ولا بالقدرة، بل بقوة الله. فلما فهمت الكلام ده رجعت عن طريق العنف والجبروت الإنساني لمعرفة الله والاتكال عليه في كل أمور حياتي. أعزائي المشاهدين، مشهد جديد مليان بالدروس ومليان بالمواقف المختلفة اللي نتعلم منها. في المشهد ده الإنسان لما بيتكل على نفسه وعلى قوته وعلى إمكانياته حياته بتبقى شكلها إيه، والشخص اللي بيتكل على الرب وبيمشي رحلة الحياة مع ربنا بتبقى حياته شكلها إيه. أسئلة كتير وأفكار كتير جوانا، وعندي كلام كتير من كلمة ربنا يوضح أمور كتيرة في قصة جرجس اللي شفناها. وبصلي من كل قلبي إن ما يكونش كتير من المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا بيعتمدوا على قوتهم، لأن رحلة الحياة اللي احنا عايشين فيها رحلة مليانة بالمتغيرات، ومفيش حاجة دائما بتفضل زي ما هي. لا الصحة بتفضل زي ما هي، ولا الجسد، ولا حتى السياسة بتتغير، والاقتصاد بيتغير، والعملة بتتغير، وإحنا بنكبر، وإحنا يعني في أمور كتيرة بتحصل في حياتنا. قبل بقى ما مارتن يسألني أقوم أقول الكلام اللي عايز أقوله، عندي سؤال يعني ده لسه بقول، هقوم يا مارتن. تفضل يا حبيبي.
انا اتفرجت على الاختبار وشفت الحاجات دي كلها، بس انا مش فاهم ايه الغلط في ان الانسان يبقى معتمد شويه على قوته، يبقى بيعتمد شويه على القوه وان هو ياخد الحاجه بدراعه شويه، ما فيهاش مشكله، لان ده تقريبا اللي نقدر نعيش بيه في المجتمع اليومين دول. ولا انت ايه رايك؟ انا اعتقد انت عايز ترد عليا، انت مش بتسال على جرجس، انت لانه انا انت اكيد لاحظت في الكلام ان انا هتكلم انه ما ينفعش نتكل على القوه، فانت دخلت، انت ذكي قوي يا مارتن. خليني ارد عليك يا مارتن واشوف كلمه نشوف كلمه ربنا بتقول لنا ايه في قضيه الاتكال على العضلات وعلى الفهم وعلى المال وعلى امور كتير قوي. في منطقين في العالم، في المنطق البشري وفي المنطق الروحي. المنطق البشري بتاع العالم انه تعريف القوة يختلف تماما عن تعريف القوة في العالم الروحي. في العالم المادي القوي زي ما شفنا جرجس العضلات اللي يقدر يحقق اي شيء بامكانياته وبقدراته، قد تكون هذه القدرات قدرات جسمانية زي جرجس، قد تكون قدرات عقلية، عنده شطارة وعنده فطنة بحسب حكمة العالم فيعرف يتصرف في المواقف المختلفة. قد يكون المال مصدر قوة، دي مصادر القوة في العالم، الصحة والمال والذكاء الاجتماعي والذكاء في البيزنس. لكن في المنطق الإلهي مفهوم القوة بيختلف تماما عن مفهوم القوة في العالم. في منطق الروحي وفي منطق الله وفي كلمة الله القوة مش في الأشياء دي. ياما شفنا أقوياء زي جلياط بينهاروا أمام داود الصغير. القوة الحقيقية التي تعمل فينا هي قوة قيامة الرب يسوع من الأموات، هي قوة الروح القدس. الروح القدس واحدة من أسمائه هو روح القوة. لكن في البداية عايز أرد على مارتن واتكلم عن قضية الاتكال على الأشياء أو الاتكال على البشر أو الاتكال على المال من مواقف مختلفة من كلمة الله. في سفر الأمثال 3:5 بيقول توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في ناس في رحلة الحياة بتعتمد على شطارتها وفهلوتها وفهمها وقراءتها للأحداث، لكن حتى لو أنت حكيم وفاهم اتكل على ربنا، لأن ربنا شايف الصورة الكبيرة وشايف ما يجري، أنت شايف جزئية لكن الرب شايف الكل. خليني أقول لك على مقارنة الكتاب عملها في سفر أرمية أصحاح 17 ومن عدد 5 بين الاتكال على زراعة البشر، بين الاتكال على إمكانيات البشر، وبين الاتكال على الرب. بيقول الكلمات دي في أرمية 17 عدد 5: هكذا قال الرب ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان. تخيل ملعون هنا يعني محروم من البركة، لأنك أنت عايز تحصل على الأشياء بقوتك، عايز تحقق وتنجز بإمكانياتك، فأنت محروم من البركة اللي ربنا عايز يباركك بيها ومحروم من الإمكانيات الإلهية. ويجعل البشر زراعه وعن الرب يحيد قلبه. ما بقاش قلبه متعلق بربنا، ما بقاش مستند على ربنا، لكن مستند على الناس وعلى البشر وعلى إمكانياتهم وعلى مساعدتهم. ويكون مثل العرعر في البادية ولا يرى إذا جاء الخير، بل يسكن الحرة في البرية أرض سبخة وغير مسكونة. بيقول أنه حتى لما بيجي الخير، لما ربنا بيحاول يحسن للشخص ده ويعمل خير للشخص ده، الشخص ده مش بيقدر يميز أعمال الله ولا يد الرب القديرة، لأنه مركز على زراعة البشر، لأنه مستند على يد بشرية عينيه مش شايفة. ولما بيجي حياته بتبقى عاملة زي البرية، الأرض الغير مثمرة، الأرض الجرداء، الأرض اللي ما فيهاش أي نوع من المية أو الارتواء. عدد 7 بقى يعمل مقارنة بين الشخص اللي مش بيعتمد على زراعة البشر، اللي مش بيعتمد على القوة، اللي مش بيعتمد على الناس ولا الفهم ولا المال. يقول كده: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب. الشخص اللي بيتكل على الرب ده بيدوق بركة الرب، بيقدر يحس بإيد الرب اللي بتشتغل في حياته. وكان الرب متكله، هو ما عندوش حاجة يستند عليها، لا عنده قوة جسمانية ولا عنده صحة ولا عنده مال، لكن بيستند على الرب. فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها. عارفين الشجرة المغروسة مش مغروسة حد بيسقيها، دي هي عند أنهار المياه، المية مغرقاها على طول، في ارتواء على طول، في شبع في حياته. ولا ترى إذا جاء الحر ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف
ولا تكف عن الإثمار. تشبيه جميل جدا عن الشخص اللي بيتكل على ربنا، بيقول انه المية بتجري على طول في حياته، في ارتواء في حياته، وبيقول ان الأصول بتاعت جذوره عمال يتعمق ويتكل على الله. بيقول ولا ترى إذا جاء الحر، لما يجي الحر، لما تيجي المشاكل، لما تيجي الاحتياجات، لما تيجي ضربات العدو، انت مش شايفها. الحر مش هيأثر فيك، الضغوط دي مش هتأثر فيك لأنك مرتوي طول الوقت ويكون ورقها أخضر. الوقت بتاع الحر والشمس بتحرق الورق وبتخليه كده يعني يبقى محروق. بيقول ان ورقها هيفضل أخضر على طول. وفي سنة القحط مفيش إثمار، مفيش ورق أخضر، مفيش ثمر في الشجرة. بيقول لا تخاف. بيقول الإنسان اللي بيتكل على ربنا في الوقت الاحتياج، في وقت الأزمة، اللي بيستند على ربنا لا يخاف، وحياته لا تكف عن الإثمار، مليانة بالشبع، مليانة بتفيد كمان حياته الآخرين. فرق كبير قوي بين الاتكال على زراعة البشر والاتكال على زراعة الرب. عشان كده الشخص أخونا جرجس كان بيتكل على صحته، بس الصحة بتضيع. اللي في العالم دي أمور وقتية، الصحة بتضيع والفلوس بتضيع وكل حاجة بتضيع، لكن وبتتغير، لكن الرب لا يتغير، ربنا مش بيتغير. عشان كده هو مصدر الأمان والمصدر الوحيد اللي ينفع تتكل عليه، وحياتك تثمر في سنة القحط، وحياتك تبقى مليانة بالشبع والأمان في سنة القحط والجفاف. تبقى الناس جعانة، يقول لك كده إن الأسود وولاد الأسود الأشبال بتجوع وبتحتاج، لكن طالب الرب لا يعوزهم شيء من الخير. ده اللي بيتكل على الرب. مزمور 125 ومزمور كمان 121. أحب أقرأ مزمور 121 لأنه بيتكلم على أعمال ويد الرب اللي بيعملها للناس اللي بتتكل عليه. بيقول في مزمور 121: أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. الشخص اللي بيتكل على الرب بيجيب المعونة والسند والدعم من ربنا، مش من ناس، مش من قوته، مش من فلوسه. صانع السماوات والأرض لا يدع رجلك تذل، مش هتقع، لا ينعس حافظك. انت بتتكل على إله مش بينام 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع ما بينامش عينه عليك بيحرسك. إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل، الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى، لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. اللي بيتكل على ربنا، ربنا بيعمل معاه كده، ده ربنا السند بتاعه. مزمور 125 بيقول آية جميلة قوي، بيقول المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع. جبل صهيون ده جبل كبير قوي. اللي بيتكل على عمركم شفتوا جبل الريح بتهزه؟ الجبل ثابت لا يتزعزع. اللي بيتكل ربنا بيبقى حياته عاملة زي الجبل لا تتزعزع. اللي بيتكل على صحته، اللي بيتكل على فلوسه، على طول بيتزعزع، لأن الصحة مش بتدوم، وبنكبر وعامل التعرية بتبان علينا، والفلوس عارفين حتى في مصر المصريين يعرفوا انه لما عوموا الجنيه مرة واحدة كده الناس صحيت من النوم لقت الثروة بتاعتها بقت التلت مرة واحدة كده. مفيش حاجة بتدوم، اللي بيدوم الثابت الذي لا يتغير هو ربنا. عشان كده أشجعك عزيزي المشاهد وعزيزتي، اتوكل على الرب بكل قلبك، لا تعتمد على الناس ولا على زراعة البشر، لا على القوة، لا على المال، اتكل على ربنا. هتيجي أزمنة صعبة مش تبقى خايف، هتيجي أزمنة صعبة لن تشعر بالاحتياج في الأزمنة الصعبة، لأن إلهك حافظك لا ينعس ولا ينام، يحفظك في دخولك ويحفظك في خروجك من الأشرار، من كل الأمور. يقول كده في مزمور 121: لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. وزي ما بيقول مزمور 91: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. تخيل بقى القدير، انت ساكن عنوانك عنده، مين يقدر يلمسك؟ مين يقدر يأذيك؟ مين يقدر يشوه حياتك؟ انا بصلي من كل قلبي ان الحلقة دي النهاردة تغير طريقة تفكيرك النهاردة عن الاشياء اللي بتجري وراها علشان تعتمد عليها، وبتحارب ويمكن بتخسر ناس عشان يبقى عندك مال، وبتخسر اصدقاء علشان انت عايز تاخد المكانة الاولى، عشان ده اللي هيأمن حياتك، المركز والوظيفة اللي يأمن حياتك، وجودك، سكنك في ستر العلي في ظل القدير، انك تبات، انك معتمد على ربنا في كل امور حياتك. بصلي من كل قلبي ان النهاردة الروح القدس يعمل جواك ويغير ويحول طريقة تفكيرك، وتبدأ تتكل على الرب من الآن فصاعد.
أنا بصلي كمان لكل المشاهدين في اللحظات دي يا رب، أنا بصلي من كل قلبي لكل واحد من المشاهدين يا رب حياته فيها كده أمور بيعتمد عليها غيرك، يا رب أنت تزعزع الأمور دي وتخلي ولادك وبناتك يستندوا عليك يا رب. افتح عيون أذهاننا لندرك يا رب أنك أنت القدير، أنت يا رب الذي تحمينا، أنت الذي يا رب تحسن إلينا، أنت الذي تغير الأوقات والأزمنة، أنك أنت لا تنعس ولا تنام، أنت تحفظ ولادك وبناتك يا رب. أنا بصلي النهاردة يا رب زلزل كل حاجة يا رب معتمدين عليها غيرك يا رب النهاردة، تقع كل الأمور اللي بنستند عليها في الحياة ونرجع نتكل عليك بكل قلوبنا يا رب. بنشكرك، بشكرك من أجل كل المشاهدين يا رب، أنا بصلي إن خير ورحمة يتبعنهم كل أيام حياتهم، ليك كل المجد. أعزائي المشاهدين، سعدت جدا بالوجود في الحلقة دي معاكم، ربنا معاكم. عايز أقول لكل شخص فاكر إني صحته مساعداه زي ما كنت أنا، عايز أقول لكل شخص بعيد عن ربنا ياللي بتتباهى بصوتك العالي وإن أنت بتقول إن أنا بفهم والباقي ما بيفهمش، كل ده عنف. ارجع وقدم توبة. مش قادر أوصف لك الحب اللي في قلبي لربنا علشان حاجات كتيرة، حاجات كتيرة قوي هو عملها بالنسبة لي، خلصني من الموت الجسدي وخلصني من الموت الأبدي واداني سلام واداني حياة بعد ما كان محكوم عليا بالموت. أبويا دايماً كان بيعلمنا إن احنا نكون بعيد عن المشاكل والأمور. يوم 21/1/2013 كان حادثة غريبة جداً، قصة صعبة جداً، قصة مخيفة. كان قاعد قدام البيت، كان فيه 2 أصحابه قاعدين جنبه، ضرب بالنار. هل الله عادل أم الله ظالم؟ 3 متهمين قضية قتل، واحد متوفي وإحنا ما نعرفش أي حاجة منه. لغاية قد إيه هنفضل متمسكين كلمات الإنجيل؟ الناس دي خدت إعدام، كنا نفضل نقول إن الرب صالح. ابتديت أعاتب ربنا بشدة جامدة.